اسمي تيجاني بن جماعة، أنا المدير التنفيذي للفيدرالية المتوسطية لجمعيات الإنترنت. هذا الاجتماع، اجتماع ICANN 59، كان اجتماع جيد بشكل عام بالنسبة لي، لكنه كان متعب لأننا في أفرلو، أنا عضو أفرلو، أنا نائب رئيس الإيلاك وعضو في أفرلو. إذن في أفرلو احنا قمنا بالإتيان ب 45 ALS من كامل أنحاء أفريقيا، ونظمنا لهم أنشطة عديدة، من بينها مثلا تنظيم الجلسة العامة لأفرلو، من بينها حصص تكوينية يومية للALS ذوما 45 ALS. كذلك قمنا باستقدام 60 طالب من جامعة جوهانسبورغ، واستمعنا لهم في حصة كاملة، استمعنا إلى مشاغلهم. إذن لهذا السبب كانت الاجتماع هذا كان اجتماع دسم جدا ومتعب شيئا ما. أما بالنسبة للتحسينات التي يمكن أن نقدمها أن تقع على مثل هذا الاجتماع، أعتقد أنه بشكل عام الاجتماع كان جيد، يعني ما يحتاجش كثير من التحسينات، إلا ممكن بالنسبة للبرمجة، إذا يمكن أن نحسن البرمجة بحيث لا يتضارب أوقات الحصص، ويمكن للإنسان أن يحضر الحصص التي تهمه بدون أن يكون مجبور على أن لا يحضر الحصة المهمة بالنسبة له لأنه حاضر في حصة أخرى. وبالنسبة اللي نحن في منطقتنا في على الأرض، تقوم الفيدرالية تبعنا بكثير من الأنشطة، أنشطة عديدة من بينها الندوات والمؤتمرات حول بشكل خاص الـ IPv6 وصناعة الـ DNS. كذلك نقوم بالمشاركة في دورات في الجامعات، نقوم بتقديم فيها ICANN نشاطها، وكذلك المواضيع الحارقة على الإنترنت. شكراً.